بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نقول الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل في كل شيء، والحمد لله. نعاود نقول الحمد لله، ثلاثة نقاط مهمات، لكن اليوم القلب والفريق الكل قلب واحد مع أخونا العرفي. إن شاء الله ربي يقيمه لباس، وإن شاء الله في أقرب وقت يرجع لنا أقوى وأقوى. عندنا ثقة فيه وكنا معاه قلبا وقالبا، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نعرف الاطار الطبي نتاعنا قام بالواجب في وقته، رجع له السائق المكان. ان شاء الله ما تكتسيش الخطوره اللي في بعض الاحيان كما تعملش التدخل مش ترجعها في وقتها، تاخذ اكثر وقت واكثر مضره للاعب. لكن اليوم اللي خلينا نرجع ونحكيه في المهم، ثلاثة نقاط ان شاء الله حسب رأيي، ان شاء الله ان شاء الله يقربونا، لكن ما نهبلوش ما نجنوش. مازال عندنا هلبة طريق قدامنا، عندنا ثلاثة مقابلات بعد، عندنا تسعة نقاط ان شاء الله ناخذهم. لكن الأهم والمهم انه تعدينا النهائي الثاني، قلنا جايين لتونس عندنا خمسة نهائيات. الحاجة الباهية اليوم الحمد لله عندنا 25 رياضي، هذا اللي اشتغلنا عليه باش يكونوا ال 25 جاهزين وال 25 حاضرين. هنا شفنا كل واحد ينزل يلقى روحه جاهز ويعطي الإضافة، الحمد لله هذا اللي حاشنا به. رغم الإصابات، منصور مصاب البارح، سالتو عنده وعكة صحية لهذاك عليه ما بداش، لكن صالح اليوم عطاه ما شاء الله مقابل. اليوم لما غاب بودي زاد اللي نتمنى له شفاء العاجل ويرجع لنا أقوى وأقوى، وقاعد يتعالج في سوسة ونتابعوا فيه. إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا الزعيم بالحق في بلاصتو. طال الانتظار 13، حسب رأيي حق هالشعب وهالجمهور أنه يفرح ب 13، خلينا نتعداو. لكن نرجع نقول ما غير ما نحرق المراحل، اليوم عندنا بس مباراتين. أكيد أنا قلت أن المنافس يعني المنافس المباشر باش تكون مع أهلي بنغازي، لأنه فاز على الاتحاد في مباراة كان يلعب بعشرة، وكنا عارفين أنه الثلاثة فرق هذوما يعني هما اللي يلعبوا على المنافسة. لكن اليوم قاعدين نشوفوا في فرق ما شاء الله قاعدة تأدي. النصر اليوم انتصرت، ثم الهلال يقدم في فوتبول ما شاء الله كبير وكبير جدا، اللي هو المنافس نتاعنا الأسبوع الجاي باش نروحوا توا.